السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب معتصم الشريف من دفعة 019 من كلية طب الأسنان. إن شاء الله اليوم راح نكمل شرح آخر موضوعين بالتشابتر الأول من المادة اللي هو شابتر 3، في إنه هنا اللي هم السلوت كونسنتريشن إن أكيوس سولوشنز، والجزئية الثانية من هاي الصفحة اللي هي بوسيبل إيفولوشن أوف لايف أون أذر بلانتس. ولقدام يعني بعد ما نخلص هدول الصفحتين في عندنا الأسايمنت اللي هو خلينا نحكي اللي هو مطلوب كدراسة ذاتية، وهو اللي بيحكي عن ال acidification of oceans. حاليا خلينا نبلش هون، وانا ببلش الموضوع في معلومة بحكي لنا انه most of chemical reaction in organisms involve solutes dissolved in water. هون بحكي لنا انه اغلب التفاعلات الكيميائية الموجودة في الكائنات الحية بتتضمن مواد ذائبة داخل المي. بعد هيك ببلش نوع ما، خلينا نحكي معلومات انتو ماخذينها سابقا، اللي هي المولكيولر ماس، اللي هي الكتلة المولية، هي عبارة عن مجموع الكتل لجميع الذرات الموجودة في الجزيء او المركب او whatever يعني. وتحت هو بحكي لنا انه المول اللي هو خلينا نحكي القيمة اللي استحدثوها او الوحدة اللي استحدثوها العلماء عشان يعبروا عن مدى يعني كمية وجود ذرات هذا الجزيء في مركب معين. وزي ما بتعرفوا ان المول هي مرتبطة في رقم معين اللي هو عدد افوكادرو من الذرات. وهنا ببلش اشرح لنا، وهي مرتبطة في وحدة بسموها الدالتون، يعني عدد افوكادرو مرتبط في كمية في وحدة تسمى الدالتون. بعد هيك هون حيضرب لنا مثال، هو ممكن انتو شايفين انه مكتوب في طريقة معقدة، هي هذا هو المثال، بس هو بسيط كثير. الفكرة هي هون بحكي لنا انه احنا لو كان في عنا 342 مول من المادة، وكان في عنا وبدنا فاحنا بنقدر نستبدل هاي الكمية في جرام. كيف؟ زي ما بتعرفوا انه الكتلة تساوي الكتلة المولية على عدد المولات، فلو حكينا انه عدد المولات واحد والكتلة المولية خلينا نحكي انه زي ما هو حاكي هون 342، فحيطلع عندنا الكتلة 342 جرام. بعد هيك تحت راح يكون في عندنا تعريف المولاريتي، وببساطة تعريف المولاريتي هو اللي هو عدد المولات من المذاب في المحلول بشكل عام. بعد هيك حنيجي هون على هاي الفقرة اللي بتسأل، اللي هي بتحكي عن احتمالية الحياة على كواكب أخرى غير الكرة الأرضية. هون ببلش بالموضوع بحكي إنه biologists who look for life elsewhere in the universe known as astrobiologists. هون بحكي إنه العلماء البيولوجيا اللي بيبحثوا عن الحياة في أماكن أخرى في الكون بنسميهم الأستروبيولوجيست. وبنحكي هون بحكي لنا إنه هم كثفوا بحوثاتهم عشان يلاقوا كواكب فيها مي، فلقوا أكثر من 800 كوكب. هسا واحدة من أهم الاكتشافات اللي لقوها اللي هي المريخ. وهون يعني خلينا نحكي إنهم بيعرضوا أوجه التشابه بين الأرض والمريخ. هون بيحكوا إنه مثلا المريخ عنده ice cap at both poles، عنده طبقة جليدية أو طبقة ثلجية على القطبين الخاصين فيه، زي القطب الشمالي والقطب الجنوبي اللي بالأرض. وهون برضو بحكي إنه الـ images from spacecraft، الصور من المراكب الفضائية، أظهرت إنه في بيكون في جليد موجود تحت سطح المريخ، وفي كمية كافية من الووتر فيبر، بخار المي، في الاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي للمريخ، اللي بتسمح للجليد انه يتكون for frost to form. وبعد هيك other studies suggested conditions existed that could have supported microorganism life. هون بحكي انه في دراسات اخرى بتقترح انه الظروف الموجودة على سطح المريخ قد تكون داعمة للحياة الخاصة بالكائنات الحية الدقيقة. بعد هيك طبعا بآخر الصفحة في عنا الـ concept check اللي هو 3.2. أول إشي عنا أول سؤال اللي هو describe how
properties of water contribute to the upward movement of water in a tree. أول إشي هذا الإشي زي ما حكينا إنه بصير عن طريق الـ cohesion والـ adhesion. أول إشي الـ hydrogen bond بتعمل ترابط بين ذرات المي، بين جزيئات المي القريبة من بعض، وهذا هو دور الـ cohesion. بعد هيك بتحركوا ضد الجاذبية against gravity بالwater conducting cells اللي موجودين في النبتة، وهذا الاشي بيساعد عليه اللي هو ال water evaporating from leaves، المي اللي بتتبخر من الأوراق. وبرضه الاشي الثاني اللي بيساعد زي ما حكينا انه جزيئات المي كالقطار مرتبطة ببعضها بهيدروجين بوندز، ومرتبطة بسكة القطار اللي هي مسارها بالشجرة نفسه، ال water conducting cells أو لحاء تبع الشجرة. فهذا الاشي بصير فيه adhesion بين جزيئات المي وبين سطح الشجرة. هسا بعد هيك السؤال الثاني explain the saying it's not the heat it is the humidity. احنا حكينا بالفيديو اللي قبل هاد انه الهيوميديتي لما اللي هي الرطوبة تتجمع على جسم الانسان، فهي يعني بتتجمع بالجو، فهي بتمنع جسم الانسان من انه يصير في evaporative cooling للجلد، وهذا الاشي بصير لانها بتمنع تبخر العرق، it prevents the evaporation of sweat. بعد هيك في عندنا السؤال الثالث how can the freezing of water crack boulders. زي ما اخذنا احنا انه الووتر when it freezes لما المي تتجمد بزيد حجمها، وهذا يعني اللي هو بتختلف فيه عن المركبات الثانية. فلما تزيد حجمها بتزيد المساحة المشغولة بين التشققات الموجودة في البولدرز. البولدرز اللي خلينا نحكي انه هم اللي الأجساد السطحية، الأجسام الصخرية الكبيرة، يعني مثلا زي اللي بيكون بالأفلام الكرات اللي بتلحق ورا البطل من الصخور. فهاي الأشياء لما يتجمع المي جوا وتتجمد فبزيد حجمها، فبتضغط على البولدر نفسه مما يؤدي إلى إنه يتشقق أكثر. بعد هيك بحكي لنا what if dishwashing soaps are made up of molecules with one hydrophilic and one hydrophobic end how does this help to clean greasy utensils what would happen if soaps lose their hydrophobic abilities. هلا مبدئيا شو حيصير ال hydrophilic ends of the soap molecules، احنا حكينا ال hydrophilic بما معناها انه محب للمي. الأجزاء اللي هي الهيدروفوبيك من الصابونة راح ترتبط مع الووتر موليكيولز، أما الهيدروفوبيك إند راح ترتبط مع الأويل الجريزي بما معناها إنه زيتي، أو كيف ممكن نفسرها، شحمي نوعا ما. فهي حترتبط مع الأويل موليكيولز وحتسحبهم وتحوطهم، وهذا الاشي راح يؤدي انه يصير في عنا نوعا ما مناطق يسهل انه المي توصل الها. اما هسه الفكرة، يعني هون الفكرة انه الهايدروفوبيك اند هي اللي بتحوط المنطقة الجريزي خلينا نحكي او الاويلي، وبتقدر انها تحولها للهايدروفوبيك الهايدروفيليك ارياز. هسه لو الصابونة خسرت الهايدروفوبيك انت تبعتها ما حتقدر انها تحول الاشياء الهايدروفوبيك لهايدروفيليك ميزلز بسموهم، هسه ان شاء الله بنشوفهم بالسمري بالضبط، انا كاتبهم يعني الاجوبة من الكتاب. وهذا الاشي ما حيقدر انه يحول الهايدروفوبيك موليكيولز لهايدروفيليك، فبما معناته انه الصابونة ما حتقدر انها تعملهم ووشنج او انها تتخلص منهم من على الجسم. هسه مبدئيا هيك احنا بنكون خلصنا التشابتر بشكل عام، بس ضل علينا الاساينمنت. مبدئيا الاساينمنت اللي هو الاسيدفيكيشن اثريت تو اور اوشن. هسه زي ما انتم بتعرفوا انه البيرنينج اوف فوسيل فيولز الوقود الاحفوري عملية الاحتراق تبعته بتأثر بشكل كبير على الكواليتي اوف ووتر الجودة تبعت المي. ليش؟
لأنها بعملية الاحتراق هاي بتؤدي لانبعاث السي او 2 ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي، وهذا الاشي بيؤدي لزيادة الليفلز تبعت السي او 2 زي ما هو كاتب هون the resulting increase in atmospheric CO2 levels. بما هذا الاشي كونه زاد عندنا كمية السي او 2 راح يؤدي عندنا للجلوبال وورمينج والكلايمت تشينج. للتوضيح بس، الجلوبال وورمينج هي مش ملحوظة كثير مهمة، بس الجلوبال وورمينج اللي هو الاحترار العالمي، والكلايمت تشينج اللي هو التغير المناخي. هسه ما بوضح لنا انه بعد ما تزيد بالاتموسفير نسبة السي او 2 حيصير في عندنا عملية امتصاص لربع كمية ال CO2 اللي بنتجها الإنسان من التلوث، رح يتم امتصاصها من المحيطات. وبعد هيك هذا الامتصاص رح يأثر على الأنظمة البيئية المارين إيكو سيستم الموجودة في البحار. بعد هيك when the CO2 لما ال CO2 يتفكك جوا المي راح يتفاعل مع المي وراح يعطينا الكربونيك اسيد اللي هو ال H2O CO3. بعد هيك هذا الاشي بعد ما يرتبط معه، هذا الاشي راح يؤدي في انخفاض بالبي اتش تبعت المحيط، مما يعني انه المحيط حيصير اكثر حامضية، وهاي الظاهرة بنعبر عنها بالاوشن اكسبتيكيشن اللي هي تحميض المحيطات. هون مبدئيا بعد هيك اعتمادا على خلينا نحكي البي اتش تبعت الووتر بابلز اللي هي فقاعات المي اللي كانت موجودة في المي المحاصرة بالجليد عبر آلاف السنين، فإحنا من هاي الشغلة قدرنا نحسب انه البي اتش حاليا اخفض بنسبة 0.1 من اي وقت هي كانت فيه باخر 420 الف سنة، وهذا دليل على التلوث. وهم بتوقعوا انه حتنخفض بنسبة 0.3 ل 0.5 يونت باخر هذا القرن. بعد هيك بحكي لنا شو اثر انه عملية الاوشن اسيدفيكيشن. هسه مبدئيا الاكسترا هيدروجين ايونز كومباين وذ ذا كاربونيت ايونز، ذرات الهيدروجين الزائده راح ترتبط مع ايونات الكربونات، فهذا الاشي حيعطينا ايونات الباي كربونات، وهذا الاشي راح يؤدي لتقليل في التركيز تبع ايونات الكربونات اللي هم هذول، يعني تكون هذول بخلي تركيز هذول يصير اقل مع الوقت. وهذا الاشي ليش مضر؟ لانه كل ما قل تركيز الكربونات احنا بنحتاجه عشان في عنا عملية التكلس. وهذا التكلس ليش مهم؟ لانه الكائنات الحية لما يرتبط الكربونات مع الكالسيوم بيعمل عملية التكلس للكائنات الحية اللي بيخليها تبني القواقع تبعتها او تبني المرجان اللي هو يعني من اهم الثروات البحريه. وهون بحكي لنا انه the disappearance of coral reef ecosystems would be a tragic loss of biological diversity. اهم نتيجه لهذا الموضوع انه خساره الكورال ريف سيستم اللي هو خساره المرجان البحري راح يكون كارثه للتنوع الحيوي للكائنات الحيه. هون هاي الصوره هي بتلخص الموضوع بشكل عام، عمليه استهلاك للوقود الاحفوري حتنتج عنا كميات زائده من السي او 2. كميات زائده من السي او 2 حكينا انه المحيطات والبحار بتمتص 25% من السي او 2 اللي بنتجه الانسان. بعد هيك السي او 2 حيتفاعل مع المي حيعطينا حمض الكربونيك اسيد. بعد هيك الكربونيك اسيد حيتفكك لايونات الهيدروجين و ال HCO3 اللي هو البايكربونيت ايونز. بعد هيك حيصير هدول الاتشات كمان حيعطونا حيتفاعلوا مع CO3-2 وحيعطونا كمان زيادة بايكربونيت ايونز، ولما نزيد عندنا البايكربونيت ايونز حيقل في عندنا الكربونيت ايونز. عفوا،
بعد هيك لما يتفاعلوا الكربونات ايونز، ليش هذا مضر؟ لانه الكربونات ايونز راح يصيروا اقل، فما حيصير في عندنا تفاعل كافي لهم مع الكالسيوم، وهذا الاشي راح يؤدي ان نخسر عملية الكالسيفيكيشن لقواقع الكائنات الحية والأغلفة تبعتها في المحيطات زي الحلزونات مثلا، وراح نخسر اللي هو المرجان الكولر ريف تبع المحيطات، وهذا الشيء حيؤدي إن نخسر دايفرسيتي مهمة جدا في المحيطات. هسه مبدئيا احنا هيك خلصنا الشابتر اللي هو، خلينا نحكي انه ابسط شابتر من هاي المادة، بس كان لازم إن نشرحه بشكل متوسع عشان خلينا نحكي انه هو بحط الاساس لهاي المادة وللمواد اللي حتاخدوها ان شاء الله في فصل ثاني. مبدئيا هذا هو السمري، حتلاقوه على موقع الدفعة ان شاء الله. فخلينا نبلش بالمراجعة فيه. هون احنا حكينا انه water is the only substance that is found in all three states of matter اللي هم السوليد والليكويد والغاز، وحكينا لما نصير احنا في عنا warmer water and less ice في عنا كائنات حية حتستفيد، في عنا كائنات حية راح تعاني اللي هم زي البلاك جريمتس، الباسيفيك والرس، البولار بيرز، وعندنا الأشياء اللي حتستفيد بشكل عام اللي هم الفايتوبلانكتون، سامحوني يمكن نسيت هون واي، وعندنا البوهيد ويلز والفيش، مينلي النوع تبعهم كابلن بيكون الفصيل اللي يعني نوع السمك هذا كابلن. بعد هيك في عندنا الكونسبت 3.1 بيحكي لنا عن البولار كوفلنت بوندز، ليش هم بولار كوفلنت بوندز بالووتر؟ لانهم بيقضوا وقت اكثر عند الاكسجين اكثر من الهيدروجين. بعد هيك حيوضح لنا انه عشان البولار موليكيول الاوفرول تشارج از نون ايف از ان ايفنلي ديستريبيوتد. بعد هيك حيصير في يحكي لنا عن البولاريتي انه هي اللي هي السبب الرئيسي للهيدروجين بوندز انهم يتكونوا، زي ما حكينا الاو بترتبط مع الاتش، المواقع الكهروس اللي هي بارتشي بوزيتيف وبارتشي نيجاتيف بيرتبطوا مع بعض وهكذا. واحنا حكينا انه شكل هاد بيكون على شكل وايد في، بيكون على شكل وايد في، وحكينا هون انه الاكسجين عنده منطقتين بارتشل نيجاتيف، كل هيدروجين عنده منطقة بارتشل بوزيتيف، وحكينا انه البروبرتيز اوف ووتر بتصير من الاتراكشن بتوين اوبوزيتلي تشارج اتومز اوف ديفرنت ووتر مولكيولز، يعني ببساطة الهيدروجين بيرتبط مع الاكسجين، الاكسجين بيرتبط مع الهيدروجين. وهون حكينا انه لما تكون الووتر بالليكويد فورم فهنا حتكون الهيدروجين بوندز فراجايل هشة، وحتكون 1/20 من قوة الكوفيلنت بوند. فالهيدروجين بوندز هي بتتكون بتتكسر وبترجع تتكون بشكل متسارع، خلينا مش متسارع، بشكل دوري فريكوينتلي. وهنا بشكل عام شرح للكلام اللي احنا حكيناه على الرسمة، وهنا حل الأسئلة حليناهم مع بعض. هاي حركة احنا عادة بنحب نعملها بالشيتات، ان شاء الله بس تصير بفصل ثاني بتشوفوا عملية الشيتات، هيك بنحط عبارات تحفيزية نوعا ما هو الموضوع من الله دولة يعني، بس احنا بنحبه، حتحبوه ان شاء الله لما يجي وقتكم. هنا ال concepts 3.2 بحكي لنا عن الفور emergent properties of water: cohesive behavior, ability to moderate temperature, expansion upon freezing, versatility as a solvent. وهنا في عنا الكوهيجين اوف ووتر موليكيولز، حكينا انه هاي هي ظاهرة بتصير بسبب الهيدروجين بوندز، وبايش بتساعد؟ بتساعد بعملية نقل الووتر من الجذور لأوراق الشجر، والادهيجين برضو حكينا انه بيساعد في هاي العملية لانه بسبب التماسك مع لحاء الشجر بالووتر كوندكتنج سيلز وهاي الاشياء، والسيرفس تنشن اللي هو مدى صعوبة ان نخترق سطح سائل معين، وحكينا ان الووتر عندها هاي الكمية، وهو ان الكاينتيك انرجي والثيرمال انرجي والتمبريتشر والهيت والكالوريز، الكالوريز اللي هي وحدة قياس الهيت، التمبريتشر اللي هي الافريج كاينتيك انرجي، الثيرمال انرجي اللي هي الكاينتيك انرجي اسوشيتد وذ راندوم موشن اوف اتومز اند مولكيولز. وهون التحويلات، حكينا التحويل كتحويل نفسه مش مطلوب انك تحول مثلا من 5 كالوري لجول وهكذا، لا بس بهمك انك تعرف القيم انه 1 جول بعطيك 0.239 كالوريز وهكذا. بعد هيك احنا بنحكي عن specific heat
وعن انه هي مقدار الحرارة اللي ممكن يتم اللي يجب ان يتم امتصاصها او خسارتها عشان تتغير درجة الحرارة لواحد جرام بواحد سيليسيوس. بعد هيك في عنا الايفابوريتيف، هون بنحكي انه الهيت از ابزوربد از هيدروجين بوند بريك. هاي شغله صغيره بس عشان تتذكروهم، انه هون في بي وبي، هون في ار وار لما الهيت از ريليزد از دي فورم. وحكينا انه السبيسيفيك هيت هي اللي بتمنع التغيرات العشوائيه بدرجه الحراره اللي هي الفلكتويشنز. وفي عندكم الايفابوريتيف كولينج، هون بشرحه انه الايفابوريشن شو تعريفه، شو درجة حرارة الغليان او التبخر اللي هي هيت اوف فيبورايزيشن. واحنا حكينا هون عن الايفابوريتيف كولينج انه كل ما يتبخر سائل معين ما يضل من السيرفس انه ببرد. وضربنا مثال انه خلينا نحكي انه اول 10 طلاب دخلوا كلية طب الأسنان، اللي بعدهم بدخلوا كلية مثلا بدها معدلات أقل. فهيك بصير إنه نسبة المعدلات أقل بالأشياء اللي ضايلة. وإحنا هون حكينا إنه الإيفابوريتيف كولينج هو اللي بيساعدنا إنه نحافظ على درجات الحرارة، وحكينا إنه هو هيت بانك بيقدر يخزن كميات كبيرة من الحرارة ويطلعها، وهذا من أكبر الأشياء عليه إنه بتعامل هون كهيت بانك. فالمناطق الساحلية درجة حرارتها أقل من درجة حرارة المناطق الأكبر الأبعد خلينا نحكي. وهنا حكينا إنه ليش الآيس بترتب بيصعد فوق المي، لأنه الدنسيتي تبعته أقل، زي ما بتعرفوا إيش كثافته أقل فهو بطفو. ليش هو كثافته أقل؟ لأنهم الروابط الهيدروجينية فيه بتعطينا أشكال مرتبة أكثر، more ordered and more organized. وحكينا إنه أعلى density للووتر هي 4 سيليسيوس، ولو إنه الآيس سينك، لو الجليد خلينا نحكي إنه بغرق في المي، فهذا الإشي راح يخلي الأجسام الموجودة تحت المي إنها تتجمد، وهذا الاشي حيخلي الحياة مستحيلة على سطح الارض. وهون حكينا عن السولوشن السولفنتس اند سولوتس، السولوشنز اللي هي المحاليل، وهاي المادة المذيبة، والسولوتس اللي هي المادة الذائبة. وحكينا انه الاكيوس سولوشنز اللي هي المحاليل المائية اللي بيكون فيها المي هي المذيب. بعد هيك في بنحكي عن الفيرساتيليتي از سولفنت، نحكي عن البولاريتي والهايدريشن شيل اللي بتحيط في الاشياء اللي بدها تذوب في المي. وبرضه حكينا هون ملاحظه مهمه انه الووتر بتقدر انها تفكك المركبات اللي هي نون ايونيك بولار موليكولز، اللي هي المركبات الغير قطبيه، القطبيه الغير ايونيه تقدر تفككها. بعد هون حكينا عن الهيدروفيلك، الأشياء المحبة للمي، الهيدروفوبيك، الأشياء اللي ما بتحب المي. وهون أكبر مثال على الهيدروفوبيك موليكولز اللي هم الأويلز اللي بيعملوا المكونات السيل ممبرينز، وهذا الإشي بيمنع عملية التفكك تبع السيل ممبرينز وبيحمي الحالية من إنها تموت. وهون زي ما بلشنا نحكي قبل شوي عن المولر ماس، حكينا انه هي كتلة all masses of all atoms in the molecule. وحكينا are measured in moles، 1 mole بعطينا 6.2 10 قوة 23 molecules. هون بنحكي احنا انه 6.2 ضرب 10 قوة 23 دالتون بيساوي 1 جرام. وحكينا انه المولاريتي اللي هي number of moles of solutes per liter of solution. وهون حكينا عن ال عن ال بالسولار سيستم البوسيبيليتيز. هون بس في شغلة صغيرة نسيناها، انه وجود المي الدليل اللي هو قد يكون هو الدليل وعلى وجودها، اللي هو وجود هاي الدارك ستريكس. هي خلينا نحكي انه العلماء اكتشفوا انه هذا الاشي اللي هو الدارك ستريكس بتتكون من الووتر الموجودة على سطح المريخ. هون احنا حلينا هدول الاسئلة قبل شوي. هاي عشان توضح لكم فكرة السؤال الرابع، حكينا انه الهيدروفوبيك اند اوف سوب اتاتش تو ذا ووتر مولكيولز اند بوينت ات وور اوت وورد، واي ذا هيدروفوبيك اند اتاتش تو ذا اويل مولكيول اند تراب ذم ان ذا سنتر. وهذا الاشي بيخليه انه يصير في عنا سمول ووتر سوليبل ميسلز، بقع خلينا نحكي يعني قادرة على التفاعل مع المي عشان تنغسل بصورة اسهل. وهنا احنا حكينا عن الاوشن اسيدفيكيشن، عملية الامتصاص وهاي التفاعلات كيف تصير.
وبس هيك إن شاء الله بنكون خلصنا تشابتر 3. أي سؤال عندكم موجود، أي إشي ما شرحناه، أي إشي ما توضح، بس ملاحظة صغيرة، أي إشي بنشرح. تشابتر 3.3 للأسف إنه مش موجود بالسيلبس، فما عندي معلومات إذا انشرح أو لا. إذا انشرح لكم في أي وقت ما في أي مشكلة، تواصلوا معي إن شاء الله. بننزل له فيديو بنضيفه على الملخص، ما في أي مشكلة، بس لأنه مش موجود بالسيلبس ففضلت إني ما أشرحه وأشغل حالكم فيه. بس إذا صار موجود معكم في المادة فإحنا جاهزين 100% إن شاء الله. وغير هيك أي سؤال على التشابتر، أي إشي مش واضح بالفيديوهات، إحنا جاهزين 100% إن شاء الله. و thank you very much for watching this video، ويعطيكم العافية.